برحب بحضراتكم من جديد، والحقيقه الفقره دي هتكون مميزه جدا، فيها كلام كتير قوي عن استاد الاهلي والسلام ودوري ابطال افريقيا وكمان الدوري المصري. لكن في الحقيقه في البدايه بس عايزه اقول حاجه قبل ما نقفل الموضوع. رمضان صبحي تماما، اللي وصل له رمضان صبحي دلوقتي والفلوس اللي اتعرضت عليه دي هي نتاج مجهود كبير قوي من النادي الاهلي، من بداية قطاع الناشئين لحد وصول الفريق الأول، مجهود مدربين النادي الأهلي، مجهود إدارة النادي الأهلي، والاسم اللي عمله رمضان صبحي دلوقتي والنجومية اللي هي فيها دي اللي هو فيها دي هي الحقيقة صناعة جماهير النادي الأهلي. هم اللي سندوه، هم اللي وقفوا جنبه، هم اللي وقفوا في ظهره، وهم اللي تنبؤوا له بمستقبل كبير قوي من وهو في الناشئين. وخلاص، هي الحياة اختيارات، وهو اختار طريقه واختار يكمل فين، لكن الاهلي ما بيقفش على حد، وده اللي اثبتته السنين والايام. الاهلي ما بيقفش على حد، اسامي كبيره قوي اعتزلت، نجوم كتير قوي مشيوا، والاهلي فضل مكمل، مكمل في الانتصارات، مكمل في الانجازات. والحقيقه ان راد فايلر المدير الفني للنادي الاهلي على الموضوع كان كويس جدا، انه رمضان كان غايب بقاله فتره والاهلي كان مكمل وانتصارات وإنجازات وما تأثرش، وقال إن الأهلي ما تأثرش ومش هيتأثر برحيل رمضان صبحي، لأنه بيعتمد على سياسة إن الفريق هو النجم، مش سياسة النجم الواحد. ما عندوش نجم في الفريق، فريق النادي الأهلي هو النجم، وجمهور النادي الأهلي هو النجم. فالحقيقه يعني ده اللي كنا عايزين نقوله في موضوع رمضان صبحي. قبل ما ارحب بالناقد الرياضي استاذ لطفي استعان، وارحب بيك يا فندم في برنامج السادسه. اهلا بحضرتك. عايزين بقى نتكلم يا فندم على عندك تعليق الاول على موضوع رمضان صبحي؟ انا هتكلم اكيد. يعني هو انا مساله الاحتراف ما بتعترفش بلغه العواطف. لغه العواطف الوحيد اللي بيتمتع بيها وبيحفظها جيدا ويجدها 100% هو الجمهور، لأن هو المنتمي الوحيد إلى راية النادي. فالجمهور في كل مكان هو المنتمي، هو اللي عنده انتماء، لأن هو بيحب بهواية مش باحتراف، إنما اللاعب محترف. فأيا كان موقف رمضان صبحي هي نقطة، وزي ما تعودنا في النادي الأهلي يبقى نقطة ومن أول السطر. بس يمكن برضو يا أستاذ لطفي أنه عشمهم في اللاعب لما قال كذا مرة، عشم الجمهور أن أنا لما ألعب في مصر مش هلعب غير للأهلي، بيبقى عشم بين الجمهور واللاعب يا أستاذ لطفي. الاحتراف برضو ما بيعترفش بالعواطف، ربما بيقول الكلام ده في إطار نوع من التعاطف، في لحظة هو متعاطف فيها مع الجمهور، شايف خلينا إن فعلا نتفق أنه لكن لا ننسى نحن كنقاد، ولا ينسى الجمهور، ولا ينسى المسؤولون، عندما كان رمضان صبحي جليس دكة الاحتياطي في انجلترا لا يلعب، وربما كان خارج دكة الاحتياطي في انجلترا، ولكن كان النادي الاهلي بوابته لإعادة تأهيله مرة أخرى وعودته إلى اسمه ثم قيادته لمنتخب مصر في التأهل لأولمبياد طوكيو، ونجاحه في الفوز ببطولة أفريقيا وقتها وقيادة المنتخب مصر بشكل مثالي لولا النادي الأهلي ما كان رمضان صبحي في هذه المرتبة. ومع ذلك أنا لا أحب البكاء على اللبن المسكوب، قضي الأمر وانتهى، وباحترافية شديدة ربنا يوفقه في المكان اللي هو رايحه، ربنا يوفقه، بنشوف الفرقة هتكمل على إيه ونبدأ ناخد خطوة إيجابية. لكن لازم أقفل موضوع رمضان صبحي وأبدأ صفحة جديدة تماما ليس لها علاقة بأي لاعب في النادي الأهلي، ومش عشان رمضان صبحي فقط، عشان أنا داخل عندي دوري بلعب بنافس عليه، عندي أفريقيا فيها مطبات كتيرة جدا فلازم أكون مركز فيها بشكل كبير جدا، مش هقعد كل شوية أقول رمضان مشي وسابنا، لا، عايز أقفل الملف تماما وأبدأ أركز محليا ثم أفريقيا ثم ما يترتب على افريقيا بعد كده. فعلا الموضوع ده اتقفل تماما خلاص، والاهلي ما بيقفش على حد. نروح بقى لافتتاح بقى ملعب الاهلي امبارح يا فندم، عايز اعرف راي حضرتك. الاهلي دلوقتي خلاص ليه ملعب، الاهلي والسلام هيبقى كل مبارياته عليه، برضو مباريات الانتاج الحربي هتبقى على الملعب ده، واي نادي تاني عايز يلعب على الملعب ده هياخد موافقه النادي الاهلي والاداره. ما فيش شك ان الانديه في مصر صعب انها تبني استادات، صعب لكن مش مستحيل، لان بتكلف مليارات. فعشان نقول النهارده ان احنا
هاخد وقت عشان ابني استاد، فبدات ان انا اخد نادي، اخد استاد العب عليه، حق انتفاع ايا كان المسمى، لكن في النهايه عندي استاد هو خاص بالنادي، بقدر العب عليه، بقدر احقق من وراه كل اهداف النادي، خصوصا ان انا عندي دايما مباريات متلاحقة، بطولات مختلفة، قوام المنتخب الأساسي من عندي، فأمر طبيعي أن أنا بأمثل أهمية قصوى للمنتخبات، مش الأول بس، الأول والأولمبي والشباب، فأمر طبيعي أن أنا لازم اللاعبين يكونوا متعودين على ملعب معين، شايف بياخدوا نوع من الثقة بالنفس في الملعب ده، مش كل شويه بيبقى عندهم ملعب مختلف، مش كل الانديه عندها ملاعب استادات اقصد يعني، لكن دي خطوه كبيره جدا هتاثر فيها ازاي على اللاعبين والجهاز الفني؟ انا ما بيبقى موجود في ملعبه خلاص، هو حافظ المسافات، حافظ المساحات، حافظ الدنيا خلاص، المدرب نفسه بيبقى واخد باله قوي المساحات هنا بتبقى عامله ازاي، اللعيب بياخد راحته ازاي، هل مثلا في مشاكل في الملعب، هل بتخليه يلعب اللاعب ما بيقدرش يلعب، طب بيبقى محتاج ايه عشان يكمله، لا كله بيبقى فيها ارتياحية، سواء الدكتور كمان، لان لو الملعب مش كويس طب ما هيبقى فيه اصابات كتير، فده بيتاثر برضه على طبيب الفريق، وبتاثر على اللعيبه، وبتاثر على المدير الفني، هي حلقه متكامله، فشايف ان خطوه رائعه، اتمنى ان يبقى في تنوع في دي للانديه في مصر، لان دايما من يوم ما وعينا على شغلنا واحنا شايفين ان الاهلي دايما بياخد الخطوه الاولى وتتبعه باقي الانديه في بعد ذلك، فنتمنى ان يبقى في خطوه ثانيه لباقي الانديه برضو، نشوف حاله من الاستقرار الفني عند اللاعبين والاجهزه والاداره والجمهور، ونشوف نموذج جديد. الاحتفاليه عجبت الجمهور جدا، الفيفا كان سعيد بهذه الافتتاحيه، اللوكر رومز والمدخل والاستاد، يعني حاجه شبه فعلا التقنيات الحديثه المزوده في الاستاد، حاجه فعلا زي الملاعب بره في اوروبا، يعني خطوه شركه استادات قامت بيها بصراحه، يعني نقلت جداً نقلة, طبعاً. نقلة, نقله جديده في الملاعب المصريه، شركه وي قدمت شكل جديد ربما كنا بنشوفه بره بشكل اكتر من الداخل، لكن لما نشوف ده في مصر ده يطمعنا في حاجات تانية كتيره، خلاص طالما عندنا عقول بتفكر بهذا الشكل، طالما عندنا شباب مجتهد بهذه العقليه وبهذا الحماس وبهذا الفكر، طب ليه لا، طب انا بالعكس ده انا ابقى طموح بعد كده ان يبقى فيه انتاج اكتر في مساله الاستادات، خصوصا ان شركه استادات معاها استادات تانية كتير في المحافظات، ومعاها كمان فروع النادي الاهلي في الصعيد، فامر طبيعي جدا في دي نقله جديده، اعتقد انها مفيده جدا وهتفيد الانديه بشكل كبير جدا في المستقبل. هاخد من كلام حضرتك يعني رايك بقى في مقوله ان الاهلي دايما سباق في تطبيق الفكر الاوروبي بالكره المصريه. في شك، هو طول عمره يعني، انا حتى في بدايه كلامي قلت لحضرتك الاهلي بياخد الخطوه الاولى وتتبعه باقي الانديه بعد ذلك. بالظبط. ودي مهمه الكبير دايما في اي منطقه، ان هو يعني بياخد، مفيش اكبر من النادي الاهلي في افريقيا كلها. طبعا بيقود المنظومه، فبالتالي بتسير وراءه باقي الانديه فيما بعد. مهم جدا ان يبقى النادي الاهلي بينقل جمهوره لهذه المحطه، لان جمهوره يستحق منه ده. ينقل لعيبته لمحطه ثانيه، خصوصا ان انا بمر بمرحله عندي لعيبه لسه جايه جديد برضو بتلعب في النادي الاهلي بقى لها سنه بقى لها اتنين، ما تدركش هذه القيمه بمعناها الحقيقي، ما تدركش تقل الفانيلا الحمراء شكله ايه، فمهم جدا ان اللعيبه دي تستوعب ايه هي الفانيلا الحمراء، لان ما عشان نقعد نتكلم عن الفانيلا الحمراء احنا هناخد وقت طويل جدا، هياخد ايام وسنين عشان نعرف الناس ايه هذه القيمه يعني. فمهم ان اللعيبه الصغيرين يبقوا مدركين يعني ايه الفانيلا الحمراء، اللعيب اللي بيبقى جاي من انديه داخليه او انديه خارجيه من القاره، سمعه الاهلي في القاره الافريقيه عاليه جدا، فبالتالي اي حد جاي من افريقيا يستوعب تماما هو راح فين. لاعبي الانديه الاخرى من الداخل يعلم جيدا النادي الاهلي، لكن لا يعلم النظام داخل النادي الاهلي. هي دي محور الخلاف، ان هو يبقى انا رايح النادي الاهلي، لكن
ليس النادي الأهلي ككل الأندية، لأن هناك منظومة من يخرج عنها ينتهي. يعني في وجهة نظر حضرتك ايه الاختلاف بين النادي الأهلي وأي نادي تاني؟ لا موضوع تاني. لا موضوع تاني. اصل عايز اعرف رايك. هقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك في سيستم النادي الاهلي ماشي عليه طول عمره، واحنا احنا كمان اتعلمنا من مواقف رؤساء السابقين والحاليين، مواقف كتيره جدا، مواقف كتيره اللي هي بتعلم الناس يعني ايه ان انا مش رئيس النادي الاهلي طول الوقت. يعني اتذكر موقف الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه، احدى العضوات بتساله انا عندي مشكله وعايز احلها. قال لها حضرتك انا رئيس مجلس اداره في طاوله الاجتماعات فقط، في غرفه الاجتماعات انا رئيس مجلس اداره. انا مع حضرتك دلوقتي انا عضو جمعيه عموميه زيك. المسؤول كان ايامها كان المهندس عادل قيعي، كان هو مدير التنفيذي للنادي الاهلي في الفتره دي. المهندس عادل قيعي حل المشكله لحضرتك، لو ما حلش المشكله حضرتك تيجي لنا كمجلس اداره احلها لك. ده درس في الإدارة. اللي هو النهاردة عندي مدير تنفيذي هو الذي يدير، هو صاحب المسؤولية. ما ينفعش إن أنا كعضو أو رئيس نادي أو كعضو مجلس إن أنا أتدخل في شؤونه، لأن كده فقدت أهم صفات المدير، إنه يكون بياخد قرار. فخلاص مش هياخد قرار، فكده النادي وقع. فدي قوة بيديها النادي الأهلي لأي حد بيشتغل فيه، فدي مش موجوده في اي مكان تاني. ده غير القيم والمبادئ ايا كانت القيم والمبادئ اللي موجوده، لان دي امور متوارثه. هي برضو ليست وليده اليوم، لكنها أكيد متوارثه منذ زمن طويل. تتنامى بمرور الوقت. تتنامى، لان مواقف كثيره حصلت في فترات طويله كان ليها افكار مختلفه. كان ليها افكار مختلفه تماما. ويعني والشيء بالشيء يذكر، لما توفى الكابتن صالح سليم وخرجت الجثمان من النادي الاهلي، لما توفى الكابتن ثابت البطل كانت هناك قصه هو ان يخرج الكابتن ثابت البطل من النادي الاهلي. فهنا كان في صوت عقلاني جدا، قال يا جماعه طب احنا كده كل واحد لو توفاه الله يبقى لازم يخرج من النادي. هي دي كانت وصيه الكابتن صالح وتحققت، وفيما عدا ذلك انتهى الامر. عشان ما افتحش، وده كان عين الصواب. هل معنى ذلك انهم ما كانوش حابين ثابت؟ بالعكس، كان ثابت البطل رمز من رموز الاهلي المحترمه جدا. ثابت البطل عطاء وتفاني حتى اللحظات الاخيره اللي عاشها. لكن في النهايه في ارساء للقواعد مهم جدا، في ارساء لنظام مهم جدا، بعيدا عن العواطف اللي انا بدات بيها كلامي. لان لما بيقعدوا على الترابيزه في كلام ومفردات لابد انها تعبر عن مستقبل قبل ما بتعلم على الحاضر. بتبقى فيها نظره مستقبليه كبيره جدا. عشان بكره طب لو حصل الموقف ده بكره يبقى ايه موقف؟ طب ليه ناخد القرار ونتسرع؟ طب انا بعد كده ما اقدرش ارفض لاي حد. طب خلاص، لكن خلاص وصيه وانتهينا. خلاص يبقى بعد كده النظام اساسي. طب عايز اعرف راي حضرتك في التطوير والتجديد اللي بتقوم بيه اداره النادي الاهلي الفتره دي. يعني من اسبوعين بس كان افتتاح قناه للنادي الاهلي بشكل جديد ويعجب الجماهير ويكون عند حسن ظنهم، وبعدها على طول الاستاد، ولسه الانجازات والمفاجات جايه كمان. امر طبيعي ان يبقى في تطوير. امر طبيعي ان الحياه في الانديه خصوصا الانديه الكبيره لازم يواكبها تطوير على طول. قد يختلف التطوير من مكان إلى مكان، وقد يختلف المسمى من مكان إلى مكان. ربما نرى أن التطوير ورقا، وربما نرى أن التطوير إبهار، وربما نرى أن التطوير في الأشخاص، وربما نرى أن التطوير في الأجهزة، وربما نرى أن التطوير في عدد ساعات البث. لكن في النهاية التطوير الحقيقي ذات المضمون المحترم هو اللي بيلقى ترحاب كبير جدا لدى المشاهد. خصوصا ان النهارده الشاشات او التلفزيون عموما في البيت هو ضيف دائم. اكيد، يعني احنا بنبقى ضيوف على الشاشات، انما في البيت هو ضيف دائم قاعد معانا. فلازم اذا كانت القناه بتخاطب الاسره بشكل احترام في وبتقدم ماده تجذب الاسره كلها وما تسببش اي غضاضه
للأسرة فأمر طبيعي يبقى ليها الاحترام وليها التقدير وليها المشاهدة وليها الأسبقية وليها التفوق، ده جزء من مسألة التطوير، مش المسألة ان انا بجيب شاشات وبغير استوديو وبعمل ديكور جديد، لا 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 بالعكس الموضوع اكبر من كده. لكن في النهاية يبقى ان النجاح بيلاحق الاحترافية ولا يلاحق الهواية، ف جزء من الاحترافية في النادي الأهلي أنه بيدير أموره بشكل جيد. ممكن يكون اتأخرنا لكن خدنا الخطوة. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. وزي ما حضرتك قلت هنا التطوير ما كانش بس في صورة ولا في استوديو ولا في ديكورات، كان في محتوى. في أشخاص، ده اللي كنا بنقدمه للناس وده اللي كان الهدف من اليوم الأول. طيب عشان نقفل موضوع الاستاد كده، شايف أن هي خطوة أو نقلة نوعية في مسار الاستثمار الرياضي في مصر؟ هو الاستثمار الرياضي في مصر قد يكون بيسير ببطء شديد جدا برضو، لان ما فيش غير نادي واحد هو اللي بيلعب اللعبه دي. يعني برضو هي دي برضو مشكله برضو يعني ليه، لان هو اللاعب الوحيد في الملعب ده هو نادي واحد هو نادي الاهلي، فامر طبيعي انه يسير ببطء. امتى يسير بقى بسرعه؟ احنا عايزين بقى تطوير للمنظومه الرياضيه كلها، المنظومه كلها تتطور بشكل احترافي. هل ده بقى هيساعد؟ هل الخطوات دي هتخلي الناس اكيد دي خطوه، لكن العقول الجامده لا تستطيع ان ترتقي الى هذه الخطوات. العقول الجامده لا ترتقي الى الوصول الى هذه الخطوات، وعلينا ان نغير العقول الجامده الى عقول مرنه نأمل تستوعب التطور وتطور من نفسها حتى أكيد تطور ذاتها. اكيد نعمل يكون في يعني تطوير في المنظومه الرياضيه في مصر بشكل عام، ده هيعود يعني الافاده هتعود على الكل يعني أكيد. طيب احتمالات بقى الغاء الدوري، يعني الدوري المصري، قال وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي انه ما فيش الغاء للدوري، وقال لك احنا لو هنبدا دوري جديد هيكون برضو في سبتمبر، طب ما الكورونا هتبقى لسه موجوده في سبتمبر. فعايز اعرف بقى من حضرتك رايك في الموضوع ده، ليه في انديه بتنادي بالغاء الدوري المصري؟ هو احنا عندنا مشكله دايما اللي احنا هنربط كلامنا برضو، نرجع لمرجوعنا في اول الكلام، ان الهوايه والاحتراف المنظومه مختلفه. فعشان ليه دايما المحترف بيعاني؟ لان بقيه السلم الموسيقي بتاعه هاوي، فعشان يكتمل السلم الموسيقي كله باحترافيه هنوصل لموضوع تاني. طيب ده كلام كبير غير مباشر ومباشر برضه لا غير مباشر عشان اوصل لاحترافيه كامله مهم جدا ان الناس تبدا تفكر بعقلانيه بعيدا عن حسابات الشخصنه اللي هي احنا هنهبط او مش هنهبط، هنفوز بالدوري او مش هنفوز بالدوري. يعني الموضوع ملوش علاقه بكورونا ايا كانت كورونا، هي كورونا مش حد يجزم النهارده في العالم ان كورونا متى تنتهي، لا يستطيع احد ان يجزم في العالم متى تنتهي كورونا. بس الدوريات كلها رجعت، ليه هنا في نداءات انه الدوري يتلغي؟ عشان احنا موظفين احنا موظفين مش محترفين، انا بتكلم بامانه احنا موظفين، رايح النادي بتاعي وراجع من النادي وعزبيتي الخاصه بعمل فيه اللي انا عايزه، لكن في النهايه مفيش احترافيه في الاداء. هو انا النهارده لما اوقف الكوره والغي الدوري، فرضنا ان الدوري اتلغى، إذا كان هذا يريح الآخرين فرضنا أنه اتلغى، ما أنا هبدأ. طب هبدأ على أي أساس؟ ده اللي وزير الرياضة قاله. طب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ وبعدين أنا دايماً بحب إن إحنا ناخد من السلبيات إيجابياتها. كل سلبيات ليها إيجابيات. طبعًا. أنا بتعلم من السلبيات ديت إن الإيجابيات. إحنا كورونا في إيجابيات. إحنا كنا نلعب إمتى في ظروف زي دي؟ حد كان يتخيل ان هيجي يوم ويبقى عندنا وباء ونقول طب هنلعب كوره ازاي في وسط هذه الظروف؟ طب هتستمر الدوري ازاي؟ طب هنروح فين؟ طب هنيجي منين؟ طيب كان في مشكله، بصينا شفنا اوروبا عملت ايه وبدات الناس ترجع تكمل دورياتها وتنهي امرها والامور ماشيه بشكل طبيعي جدا. الناس عطشانه كوره، عطشانه كوره، جعانه كوره، جعانه كوره، ماشي. طيب ليه الغي؟ طيب انت المشكله كلها في اطراف شايفه نفسها بره المنافسه. أيوة. في اطراف شايفه نفسها بره المنافسه، مع اني شايف لو ان هناك اجتهاد هيكونوا في المنافسه. يعني ما الدوري مش شبه لو ان محزن؟ هناك اجتهاد انا كلامي واضح، لو ان هناك اجتهاد هم مشاركين في المنافسه، مفيش اجتهاد خلاص مش ازمتي بقى.
مش انا بذاكر وانت بتذاكرش، مش موضوعي. تمام. لكن انديه تخشى الهبوط، فبالتالي عايزه تخرج من الازمه وتقول طب قعدوني بقى الموسم دي الجاي. دي الانديه المستفيده من الغاء الدوري، صح كده؟ امر طبيعي. تمام. طيب هذا المستفيد من الالغاء، ما كم افادته للكره المصريه؟ معلش انا جايز كلام مش هيعجب حد، بس انا ايه ما بعرفش ازوق الكلام. مدى استفاده المنتخبات المصريه من الانديه الهابطه؟ طيب انت حضرتك كنت فين قبل كورونا؟ يعني انت بتستغل موقف، ما اجتهدتش ليه؟ بتستغل ايوه ما اجتهدتش ليه؟ بتستغل موقف ان انت تستمر في الدوري ايا كان. الاحتراف ما بيعترفش بالكلام ده. خلاص انت مش قادر تطور من نفسك، اركن او تنحى، هات حد بيقدر يكمل. طب هيقول لك ظهر حالات كورونا في نادي في اتنين المصري، وهو ما كانش بيظهر حالات كورونا في انجلترا؟ ما ظهرش في روسيا؟ ما ظهرش في المانيا؟ ما ظهرش في اسبانيا؟ يعني العالم دلوقتي اللي بيفتح اي قناه رياضيه، يعني مش هقول بقى اللي بيفتح قنوات ايه ومش مشفره مفتوحه، هيعرف كل حاجه. هيعرف الدنيا فيها ايه بر. هي احنا مش بنخترع الذره على فكره. احنا واخدين نفس الادوات اللي طلعت بره. والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه العليا دخل على موقع الفيفا وشاف الدنيا ماشيه ازاي، دخل على موقع اللجنه الاولمبيه الدوليه وشاف الدنيا ماشيه ازاي، دخل على مواقع الدوريات الاوروبيه وشاف الدنيا ماشيه ازاي، وخد منها ما يناسب مصر، واضاف ما يناسب الطبيعه او التاتش المصري. الحاجات اللي هي ايه بتاعتنا احنا لسه ايه ما خرجناش منها، لسه ثقافتنا ماشيه بيها. وبيحاول ان هو يكمل المسابقه بشروط وقواعد. والموضوع هيكمل مش هيقف، بدليل ان احنا رجعنا. هيتاجل ماتشين ثلاثه لاي فريق وارد، لكن في النهايه القطر هيطلع خلاص مش هيقف تاني. فامر طبيعي جدا ان مساله الغاء الدوري ده انا شايفها انها خساره للكره المصريه، لان انا عندي منتخبات بتلعب على مناطق كبيره جدا. عندي منتخب اول عنده افريقيا مطمع كبير جدا. عندي منتخب اولمبي عنده اولمبيات. عندي منتخب شباب. طب انا مش هوقف بقى الحياه، يعني هوقف لمين؟ هوقف لمين؟ طيب هي كره في مصر بتتعمل ليه؟ او كره في اي دوله بتتعمل ليه؟ عشان منتخب. في النهايه بتتعمل عشان منتخب طبعا. طب فخلاص فاحنا ماشيين عشان منتخب، لكن هنقف كل واحد يبدا بقى يتراشق بالكلام ويعمل اسقاط بالكلمات وما الى ذلك؟ كل هذه الامور في النهايه محصلتها لا تعنيني. ما يعنيني ان هناك نتيجه في النهايه، فريق فاز، ثلاثه هبطوا، ثلاثه صعدوا، المسابقه مستمره، المديرين الفنيين للمنتخبات بيشتغلوا، بيشوفوا لعيبه جديده، بيشوفوا وجوه جديده، بيطمنوا على لاعبتهم، الهيكل الاساسي او الهيكل الاحتياطي. وده اللي يهمنا. هنتكلم اكتر عن الكره المصريه وعن دوري ابطال افريقيا كمان، لكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد في برنامج السادسه، ولسه منورني في الاستوديو الناقد الرياضي استاذ لطفي استعان. استاذ لطفي، الدوري المصري شبه محسوم للاهلي؟ ما نقدرش نقول شبه محسوم. طب قول لي رايك. يعني هنقول عشان اقول شبه محسوم يبقى انا وصلت النقطه 80. عشان اقول ان هو محسوم لسه بدري على النقطه 80. فعشان كده انا وبعدين انا مش عايز اقول يعني نغمه محسوم ليها سلبيات. ده اتكلمنا فيه فعلا. يعني ان انا حتى اقنع لعيبتي انها حسمت الدوري بدري كده، ده قمه السلبيات اللي هتبقى اللعيب خلاص ما انا حسمت مفيش منافسه. فجاه الاقي نفسي بنتكلم على ان فرق النقط بعيد قوي. وارد خلاص. وارد اي شيء يحصل، وارد. الكوره ملهاش معايير وملهاش مقاييس. وارد ان الدنيا تتغير من يوم وليله. وارد. وارد ان تحصل كبوه تجر كبوه. وارد. في الكوره احنا عندنا تعبير بنقول هزيمه بتجيب هزيمه. الفوز بيجيب فوز. فالنهارده ما تقدرش تحكمي ان الدنيا وقفت او الدنيا طلعت. ممكن يكون التعبير تعبير جماهيري عاجب الجمهور. يكون ربما يكون ده جمهور نكايه في جمهور اخر. ماشي مقبوله من جمهور، لكن
كمحلل او كمختص في الشأن لا صعب ان انا ابدا اقول ان الموضوع اتحسن طيب احنا كمان كمنظومه عشان عشان اقول ان ده اقتصاد وانا يعني لا انا لازم اعلي مسابقتي يعني انا يعني المسؤولين عن المنظومه لازم يعلوا المسابقه عشان اقدر ابيع السنه الجايه بسعر اعلى ما انا هدخل تسويق ازاي وادخل ويبقى عندي اقتصاد ده مش ذنب النادي الاهلي بقى هو اللي فارق لا, لا 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 مش ذنبه هو ما هو انا بقول لحضرتك في الاول يعني ايه هو خد خطوه مش ذنبه ان الباقي ما حصلوش صح مش ذنبه ان الباقي ما حصلوش صح طيب احنا شفنا ان اول مباراه رسميه الاهلي خلاص لعبها كانت مع انفي عايز اعرف بقى راي حضرتك في الفريق الحالي بقى تحت قياده فايلر شايف الدنيا كانت ازاي بعد المباراه دي انا هقول الايجابيات في تقييم تجربه ما بعد كورونا ماشي يعني برضو بقى لنا فتره 4 شهور تقريبا ما يعني بنلعبش كان 148 يوم ما بنلعبش كوره والدنيا ما فيش تدريبات من بعيد برجع حتى متهيألي فترة الإعداد ما بتبقاش كفاية في ظروف زي دي يا أستاذ لطفي يعني مناسبة مناسبة ليه برضو هي بتاخد يعني من 3 أسابيع لشهر لكن لما تبقى من 2 لـ3 قريبة يعني قربنا المسافات لكن أنا ليه ما أحطش اللعيب المصري في قالب تاني ليه دايما عايز أعيشه في حتة احنا زرعنا ثقافات قديمة بنجنيها النهاردة زرعنا ثقافات كتير قديمه في الميديا وعملناها قوالب وسبناها للناس النهارده احنا بنخبط فيها راسنا عشان ايه نكسر القوالب الجامده دي فعايزين طب انا لازم النهارده افكر تفكير تاني طب اللعيبه بتوعي طب امتى يلعبوا تحت ضغط هو لازم انا كيف لك الملعب عشان تلعب مثلا ولا يعني وعقم لك الملعب وعقم لك الكوره وعقم لك الفرق مش ممكن خلاص في اجراءات بتتم مش اوكي خلاص. طب الايجابيات اللي شفتها الايجابيات اللي شفتها ان في اهتمام طبي بقى موجود يعني كنا امتى نفكر ان احنا يبقى عندنا مراقب طبي في المباريات عمرنا ما كنا بنفكر في الكلام ده يعني احنا املنا كله يبقى عندنا اسعاف في الملعب يعني برضه دي نقله ثانيه في المجال الطبي اكيد هتغير حاجات كتير في الـ3 سنين اللي جايه ما يبقى عندي النهارده الفار موجود وعندي أطقم بتتعلم عليه وأطقم بتشتغل أيا كانت النتيجة لكن في النهاية أسست مدرسة أقدر هتفيد بعد كده ما نخرج أول دفعة وتاني دفعة وتالت دفعة يبقى عندي كوادر تقدر تدير المنظومة بشكل كويس الحكام أنا شايف إن الحكام يعني واللجنة الخماسية بصراحة محذرة أي حد يتطاول على الحكام وده شيء مهم جدا وبيحصل في كل دول العالم ممكن تنتقد لكن تطول لا ما حدش بيتطور بالنسبه بقى لفريق النادي الاهلي عوده حمدي فتحي ومحمد هاني وهدفه يعني شايف الدنيا كانت ماشيه ازاي كده في ماتش انبي بالذات في ماتش انبي التشكيل الاساسي للراجل هو بيحافظ عليه بشكل كبير جدا لانه عنده قوام هيلعب بيه افريقيا فمركز عليه بشكل كبير عشان اقدر استعد بشكل كويس عمل 4 تغييرات بيحاول يضخ دم جديد بيحاول يشغل الكل بيحاول اللي شايف انه مش قادر بيخرجه بيدي فرصه لواحد تاني يعني بيحاول يجدد الدماء اللي موجوده لهنا الكوتش بيستفيد لان اللاعب دايما ما يبقاش حاسس انه ركب المركز بتاعه وما هوش نازل منه فبالتالي ما بيحاولش يطور مستواه لكن طول ما اللاعب عارف ان انت لا ده انت لو قليت في واحد قاعد بره هيركب عليك في الملعب فخلاص فهنا يبقى هو عارف ان مستواه لازم يعلى شايف في حاجه ممكن يشتغل عليها قبل ماتش بكره بتاع الانتاج الحربي هو اكيد احنا المعاناه في الهجوم المعاناه في الهجوم امر طبيعي وده مش بتاع النهارده مش بتاع النهارده لكن في النهايه حتى لو المهاجمين ما بيجيبوش اهداف لكنهم بيشغلوا خط الدفاع فهنا بيستغلوا المدافعين المتقدمين انهم يسجلوا اهداف فامر طبيعي النهارده ان انا هقول ما انا داخل في نفس القصه ونفس المعاناه ماشي لكن مع ما العب لي 3-4 أسابيع في الدوري ان الدنيا تبدا تفوق الناس تبدا تستعيد لياقتها الذهنيه لان ايا كانت المباراه الوديه ايا كانت التدريبات الملعب وحساسيات المباراه هي الفيصل فيه عند اللاعب لانه لو خد حساسيات المباراه ده موضوع تاني ما خدهاش هيقعد كتير جدا على ما يوصلها في الملعب طب توقعاتك لمباراه الانتاج بكره
فرص فوز الأهلي؟ هيكون أول ماتش على استاد الأهلي بالسلام. الفرص برضه هي نفس فرص إنبي. هو إن كان الإنتاج الحربي بقاله ماتشين، آخر ماتشين ليه ما كانش بيكسب، كان متعادل بس. لكن في إجمالي مباريات الأهلي والاتحاد، الأهلي بيكتسح كل الأهلي والإنتاج. الأهلي بيكتسح المباريات. لكن هما قاعدين بقالهم فترة ما بيلعبوش، وهم بيلعبوا كرة هجومية وبيعتمدوا على الضغط على الفريق وبيلعبوا قدام الأهلي، فكل لاعب عايز يقول أنا موجود يا جماعة، خلي بالكم مني، ممكن تشوفوني أبقى كويس، ممكن تاخدوني. فهي المباراة ملهاش معايير ثابتة، لأن بيتفوق عليها الحماس أكتر من الجهد البدني والفني، لأن اللعيبة كلها خلاص هو عنده ماتشين في السنة، الأهلي والزمالك، فهو لازم الاربع ماتشات بتوع الفرقتين دول يبقى اجمد واحد في الملعب. فعشان هنا بتبقى المعاناه بقى مع هذه المواجهات دايما. واستدل على ليفربول، ليفربول واخد الدوري وكل ما يجي يحتفل يتعادل، لا ما يعرفش يسجل، لا يخسر. بمناسبة ليفربول يا استاذ لطفي، يعني سؤال كده في النص. محمد صلاح خلاص حقق الدوري الانجليزي مع ليفربول ودوري ابطال اوروبا، شايف انه ده جه الوقت بقى انه يروح مكان تاني او نادي تاني؟ والله دي اللي قررها محمد صلاح. حضرتك شايف انه خلاص كده اكتفى مع ليفربول ولا لسه في اكتر؟ لا، انا شايف ان افضل فريق في العالم دلوقتي هو ليفربول. بدليل احنا كنا بنتكلم في الفاصل ان برشلونه مش في حالته، ريال مدريد بغض النظر عن ان هو البطل لكن برضه مش في حالته الاساسيه، الكره الانجليزيه هي المسيطره بشكل كبير جدا، واقوى دوري في العالم، وهي نهائيات اوروبا لا تخلو من الكره الانجليزيه الخالصه، فامر طبيعي جدا ان انجلترا نقله تانية. وانا شايف ان هو لو خد موسم كمان مع ليفربول يبقى افضل له طبعا من ان هو يروح مكان تاني، لسه هياخد وقت عليه. لكن ان هو يكمل مع ليفربول موسم كمان وربما يكون له مكان تاني بعد كده، لكن ان هو يمشي من الموسم ده شايف انها مش هتبقى مفيده لمحمد صلاح. لكن يبقى ان هو حط مصر على خريطه الاحتراف الجاد. عايزه تعليق سريع كده من حضرتك قبل ما نختم حلقتنا، في اي حاجه عايز تقولها؟ فيما يخص اسباب كورونا، اللي بقى عندي 5 تغييرات، فامر طبيعي النهارده ان كل مدرب بيستغل اكبر عدد من اللعيبه، فدي كويسه جدا انها مفيده ان اللعيب ان انا اقدر اجهز لعيبه بعد اطمئناني على النتيجه. في بعض اللاعبين اللي ما بتشاركش، بعض اللاعبين اللي راجع من الاصابات اللي انا عايز اطمن عليها، فدي انا شايف انها خطوه كويسه جدا نستفيد بيها. انا مع حضرتك كورونا جدا، والغريب ان انديه الدوري الانجليزي صوتت ضد القرار ده وبقوا عايزين 3 تغييرات بس. بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا في برنامج السادسه، وبشكر حضراتكم على المتابعه، وباذن الله انتظرونا في الاسبوع الجديد يوم الاحد ان شاء الله، يوم السبت ان شاء الله، في حلقه جديده من برنامج السادسه.